احنا معانا ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي، هو لما عرف انت موجود معانا قال لك انا عاوز ابعت له رساله وهنرجع نكمل. حبيبي ماشي. طبعا معرفتي في البدايه برضا شحاته يمكن في الفتره بتاعه منتخب مصر، فتره منتخب الشباب اللي هي كانت بدايتنا 98، وكان ده تقريبا اول تجمع لينا في المنتخب. ويمكن في الفتره ديت يعني بدا المنتخب يتجمع بشكل اوسع، ويمكن كان رضا في الفتره ديت بيلعب في نادي المنصوره، وما كناش لسه ولا انا ولا ابو مسلم ولا حسين امين ولا اي حد فينا لسه انضم للنادي الاهلي. فيمكن دي كانت البدايه بمعرفتي برضا. يعني رضا من اول يوم الواحد اتعرف عليه، ورضا بيتميز ما شاء الله يعني بالجدعنه، وغير كده وكده يعني من الناس اللي هي متربيه بشكل كويس ومؤدبه بشكل كويس. فيمكن ده الحمد لله اللي قرب الـ الامور ما بيننا، ويمكن ما خدناش وقت في ان احنا نعرف بعض. بالعكس يعني الحمد لله كنا معرفتنا ببعض كانت بشكل اوسع اسرع وبشكل اوسع. اكتر حاجه انا شفتها من رضا حتى عن قربي معاه في وجودي في الجهاز، اولا رضا ما شاء الله يعني من المدربين الشاطره اللي هي بتحاول تطور نفسها، وبتحاول ان هي تتعامل بشكل كويس قوي مع اللعيبه. يعني هو رقم واحد عنده قربه من اللعيبه والتعامل مع اللعيبه، وان هو يحاول يخلي اللعيبه كلها قريبه منه. انا شايف دي من المميزات اللي رضا اشتغل عليها الفتره اللي فاتت، غير الكوره، غير التكتيك، غير الشغل اللي هو داخل الملعب. رضا من المدربين اللي انا حسيت ان هو بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يشتغل على الحاله اللي موجوده فيها اللعيبه او الحاله اللي هو محتاجها. هتقول ايه لابو المجد؟ يعني ابو المجد مش صاحبي، ابو المجد اخويا. يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه، انا ولد وحيد، ومهم جدا يبقى عندك اخ. طبعا يعني اخ ولد يعني. طبعا. فابو المجد من الناس دي اللي هو عارف بياخد صاحبه على عيبه، ودي مهمه جدا. يعني انا ممكن ابقى عندي عيوب، اكيد عندي عيوب، أكيد. ولكن ابو المجد قابلها، يعني ايا كان العيب ايه انا مكمل معاك وانا صاحبك. الكمال لله وحده. فدي مهمه جدا في الصداقه، يعني ان انت تبقى قابل صاحبك على كل حاجه. هو حلو ووحش، هو صاحبي واخويا. طيب. فانا بحب ابو المجد عشان عنده الحته دي صراحه. طيب.